لا تبي هاي جاي لا لا جمعية المكفوفين هي تأسست سنة 1932 على يد مجموعة من المكفوفين من أجل إيجاد عمل شريف لإلهم ومقر يكون لإلهم وثابت، فأنشأوا هاي المؤسسة. فكانت بدايتها في باب الخليل في سنة 48، تأثرت نتيجة الحرب لأنها أقدم مؤسسة تأسست في فلسطين والوطن العربي على عهد الانتداب البريطاني، فكان من مؤسسيها أسسوا مراكز للمكفوفين في أنحاء الدول العربية جميعها. هلأ الجمعية هاي أهم أهدافها اللي هي إيجاد العمل الشريف للمكفوفين وإيجاد مهنة لإلهم حتى يكسبوا من عرق جبينهم ويعيشوا، ما يكونوا عالة على المجتمع ويثبتوا للمجتمع إنهم قادرين على الإبداع والإنتاج كغيرهم من أفراد المجتمع وليس عالة عليه. لذا من أجل هذا تم إنشاء هذا المقر من أجل تمكينهم اقتصادياً وجعلهم يعتمدوا على أنفسهم. الجمعية بتضم في أعضائها 150 كفيف من جميع أنحاء الوطن. في بيشتغلوا، في عنا عدد بيشتغل في البيوت وفي عنا عدد بيشتغل في داخل المؤسسة. اللي بيشتغلوا داخل البيوت لأنه ما بيستطيعوا إنهم يوصلوا لمقر المؤسسة، إحنا بنأمن لهم جميع المواد الخام وبيشتغلوها، وبعد ما يشتغلوها طبعا إحنا بناخد الإنتاج وإحنا بنسوقه بالأسواق المحلية. في عنا ما يقارب بحدود 40 شخص بيشتغلوا.